أنبياء، ولكن من هم العلماء الذين هم في مكانة الورثة الأنبياء؟ مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يرد على هذا السؤال في مفتتح علاقة الدين بالتطور والتنوير. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. العلماء ورثة الأنبياء، من هم العلماء الذين هم واردون في هذه المقولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي في البداية أن قبل أن نتكلم عن هؤلاء العلماء أن نقول بأن هذا الدين هو الطريق إليه لا يكون إلا بالعلم. ولكي يفهم النص الشريف على وجهه وكما أراد الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا بالعلم. ولذلك في تاريخ المسلمين وجدت هذه الحركة العلمية المتعلقة بهذا النص الخادمة لهذا النص الشريف، خادمة له في القرآن الكريم وخادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إذا جاز التعبير على جدران هذين النصين الشريفين أو على جدران هذا النص الشريف وجدت هذه العلوم التي تخدم هذا النص من الأصول الفقه ومن اللغة العربية ومن علوم الحديث المختلفة وشتى العلوم التي تعين وعلوم اللغة العربية نفسها واللغة العربية بطبيعة الحال. فبطبيعة الحال من الذي يعني يتصدى لهذا ويكون وارثا لفهم النص الشرعي ومحاولا أن يلتمس النور النبوي في هذا النص عندما يطبقه على أرض الواقع؟ وكأنه يقول بأنني سألتمس طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أراد الشرع الشريف من النص الشريف سأكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة يحتاج إلى شخصية متفردة، ليست شخصية عادية، وإنما هي وصلت من المقدرة العلمية مكانا كبيرا لكي يكون وارثا، لأنه سيكون في مقام المبلغ للفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه النص فالمرامي والأهداف والغايات والمقاصد العليا من هذا النص الذي نزل ليطبق في أرض الواقع وجدناه أنه يفصح عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم المجتهد الفقيه الكبير الذي يلتمس هذا الطريق سيكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقترب منه في هذا الأمر. ولذلك كانت عناية سيدنا رسول الله بتربية جيل من الصحابة يرثون هذا الفهم الرشيد وينقلونه إلى الأجيال التي تأتي، فنقلوه بمنهجيته إلى التابعين والتابعون نقلوه إلى تابع التابعين. فكل جيل ينقل هذا الإرث النبوي الشريف في الفهم وفي التلقي وفي النص الموجود، وكأنه يورثه وكأنه ورث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، لكن هو لا يوحى إليه إنما يفهم في إطار الشرع الشريف. حقيقة قبل ما أسأل سيادتك السؤال ده كان عندي تصور أن العالم هو العالم وليس العالم الديني، يعني أنا كنت متخيل أن أحمد زويل من ورثة الأنبياء، ومتخيل أن مجدي يعقوب وحتى أينشتاين من ورثة الأنبياء باعتبارهم من العلماء الأجلاء الذين خدموا البشرية ربما أكثر من علماء الدين. وهو ده، وهذا ما أكدنا عليه في الحلقة الماضية بأن هناك توأمة ما بين الدين والعلم كان يخوضها رجال الفقه ورجال الطب ورجال الهندسة باعتبارهم علماء موسوعيين، وأنهم يعني التخصص الغالب عليهم ليس تخصصا جزئيا كما نحن في الوقت الحاضر،